العقد الطلابي بيأمن الانتخابات الطلابية، بيحمي الطلاب على عدة أصعدة، إن كان على صعيد أي زيادة فجأة بتصير بالقسط، وهذا الشيء بيساهم بشكل كتير كبير للحفاظ على التعليم بلبنان وعلى التمثيل الطلابي مع الإدارة. بآخر سنة بالجامعة اللبنانية الدولية زادت الأقساط ودولارتها، ولكن الطلاب ما قدروا يعترضوا على الموضوع بغياب الممثلين للطلاب بقلب الجامعة. الطالب عم بفوت على الجامعة أول سنة مش عارف حاله تاني قسم من السنة قدي رح يكون قسطه على القد وقدي رح يغلى وقدي رح يتغير. اليوم الجامعات عم تتفرد لحالها بتحديد الأقساط، بالتلاعب بالأقساط، بالقرار، حتى في جامعات بعد ما عندها تمثيل للطلاب. فالهدف من العقد الطلابي هو لينص على وجود عقد كتابي متبادل، كل طرف يكون عنده نسخة عنه، يحدد الموجبات المتبادلة، يحدد ضرورة إجراء انتخابات طلابية. بدنا مجالس طلابية. نحن على طول وقت يصير في زيادة قسط، القرار اللي بيطلع من الإدارة بيطلع مبرر إنه هيدا القرار اتخذ من بعد مشاورة الكونسيل دي ستوديون اللي هو المجلس الطلابي تبعنا، يلي هو منه منتخب من التلاميذ مباشرة، والثلثين أعضائه هن معينين من إدارة الجامعة. لما نعطي صلاحية لمجلس الطلاب المنتخب أن يكون عنده رقابة ويكون عنده حق الاعتراض وحق المناقشة مع الجامعة بتحديد أقساط الجامعية، بنكون نحن عم نحد من التلاعب بالأقساط الجامعية بطريقة عشوائية. تبني القانون بمجلس النواب بيزيد حظوظه من انه يتنفذ. تشاورنا مع العديد من النواب اللي نحن متشاركين معهم بالعمل التشريعي، باذن الله راح يكون في اكثر من 10 نواب عم يتبنوا هذا الاقتراح. نحن عم نعرف مثل اي اقتراح قانون انه ما راح يمر بسلاسه، يعني منتظرين معركه شرسه للدفاع عن هذا الاقتراح، ولكن النضال مستمر بسبيل اقراره وتحقيقه.